بمعنى ايه؟ هو حضرتك دلوقتي انا راجل اعمال وعندي شركه او عندي مصنع او عندي مزرعه او عندي فندق او عندي مطاعم او عندي اي كان الايه النشاط اللي انا بقوم بيه، انا محتاج ايه مهارات يقوم بيها الراجل اللي انا عايز اشغله عندي؟ ايه المهارات؟ المهاره ديت اللي هو اللي يكتسبها سلوكه مع الناس، المهاره يعني طبعا احنا سياده النائب طبعا عامل لنا شغل كويس جدا في ان احنا نعمل الجدارات، الجدارات ديت عباره عن معارف مهاره سلوكيات، فيجب ان الخريج بتاعنا يكون بيمتلك المعلومات العلميه اللي موجوده عنده، بيمتلك المهاره الفنيه اللي هو يؤديها ويبقى راضي عنها صاحب العمل والزبون كمان، يعني متلقي الخدمه كمان منه يكون راضي عنها، كمان سلوكياته في حفاظه على مظهره، حفاظه على المكان اللي هو فيه، على اخلاقيات المهنه اللي هو بيقوم بيها، السلامه والصحه المهنيه له كمان داخل الايه المنشاه اللي هو موجود فيه، ده كله بنعني بيه ان هو يكون مواكب لسوق الايه لسوق العمل، يعني يكون الراجل ده مؤهل لسوق العمل، بعده لان الراجل بتاع سوق العمل يبقى راضي عنه، سواء كان في مزرعه، سواء كان في مصنع، سواء كان في شركه، سواء كان في مطعم، ايا كان المكان اللي هو محتاجينه فيه يكون على المستوى اللائق بهذا الخدمه. تمام. طب لو حبينا نعرف يعني خطتكم لتطوير التعليم الفني في القاهره؟ احنا بدأنا فعلا مع الدكتور احمد الجيوشي نائب الوزير وسياده اللواء الحلواني في ان احنا الجهات المنحه اللي هي مثلا زي الاتحاد الاوروبي في تيفي 2 زي جي اي زد زي وايز زي كل الحاجات دي كلها بنحاول نجمعها كلها مع بعضها ونعمل تنسيق بيننا وما بينهم ونطور بيهم المناهج اللي هي اللي موجوده عندنا، ندرب بيهم المعلمين اللي هم اللي موجودين، ندرب بيهم الاداره المدرسيه، ندرب بيهم التوجيه الفني اللي هو اللي موجود عندنا، نصحح بيهم بعض المناهج اللي هي اللي موجوده ونطورها على وضعها اللي هي اللي موجوده ونضيف ليها ونحذف منها ونعمل مجموعه من المناهج اللي موجود حاليا دلوقتي حوالي 56 منهج بنحاول نعدلهم ان شاء الله، وهيصلوا ان شاء الله الى 200 و300 منهج ان شاء الله بالنسبه للتعليم الفني في تطويرهم. طب حضرتك شايف الافضل وجود وزاره منفصله للتعليم الفني يعني كما حدث في بعض الوقت أم اندماج التعليم الفني مع التربية والتعليم؟ والله هما المقترحين كل مقترح فيهم له المميزات وله بعض العيوب. فطبعا أنا طبعا كوزارة مستقلة طبعا ده هيبقى يعني شيء كويس جدا 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 لأن طبعا هتقتص بالتعليم الفني، هتشيل عبء التعليم الفني، هتخفف عبء عن وزارة التربية والتعليم اللي هو الخاص بالتعليم الفني، احنا عندنا ما يقرب من 2 مليون طالب موجودين في التعليم الفني. يعني يعتبر يعني 9 تقريبا عدد الطلبه اللي هم اللي ايه اللي موجودين في التعليم ككل، فطبعا ده مهم جدا ان احنا نقدر نهتم بيه، يعني يبقى فيه اهتمام مستقل بدول، لكن احنا كده كده شغالين سواء كانت الوزاره مستقله او كانت تابعه لوزاره التربيه والتعليم. لكن من الافضل يكون لها حقبه وزاريه منفصله هتؤدي مهامها يعني بشكل افضل. الحقيبه الوزاريه او يعني وجود وزير طبعا ده هيدي يعني كيان اكبر للتعليم الفني واهتمام اكبر بيه اكتر من اللي هو موجود حاليا. طب هل نسبه الطلاب الملتحقين بالتعليم الفني في الجامعات المصريه مرضيه؟ هو يعني طبعا الطلبه بتطالب بنسبه اكتر من كده طبعا، هي طبعا كانت 5% وارتفعت ل 10%، فهي يعني الحمد لله تقريبا من العام الماضي او يمكن من اللي قبليه كمان النسبه 10%، فاعتقد انها نسبه يعني هي مش ما بترضيش طموح الطلبه اللي عندنا، يعني هي يعني الطلبه محتاجه اكتر، لكن انا كتعليم فني انا بعد الطالب مش للالتحاق بالجامعه في الاساس، انا بعد الطالب علشان يلتحق بسوق العمل، انا عايز فني لسوق العمل، لكن طبعا دي حق مشروع لجميع الطلبه الالتحاق بالجامعه. فيجب ان النسبه برضو تزيد خصوصا في الكليات المرتبطه بالتخصصات اللي عندنا والمرتبطه بالنوعيات اللي عندنا. هي حضرتك الكليات المتوفره او متاحه لطلاب التعليم الفني من الجامعات؟ هو طبعا احنا عندنا كليات التجاره، في عندنا كليات الزراعه، في عندنا بقى كليات الهندسه والكليات التكنولوجيه. طبعا دي كلها طبعا خاصه للتعليم الفني، هي وان شاء الله هتبقى بنسب كليات السياحه كمان هتبقى متاحه للطلبه بتوعنا ان شاء الله اللي تخصص ايه الخدمات السياحيه والفندقيه. تمام.
بتبقى بنسبه زياده كام في الميه عن الثانويه العامه؟ يعني طالب التعليم الفني اللي حابب يلتحق مثلا هندسه. احنا عندنا التنسيق بيبدا في المعاهد والجامعات عموما باعتبار ان من الطالب اللي جايب 60% مجموع، حسب بقى عدد الطلبه اللي هم عايزين يلتحقوا بالجامعه بيتم التنسيق زي الثانويه العامه بالظبط، لان هو التنسيق بتاعه بيبقى مش محدود لكل كليه قد كده، لا طبقا للعدد اللي بيقدم للكليه والمجاميع اللي بتتقدم بيتحدد المجموع. بس عاده الكليات اللي هي الكبيره بتاخد من فوق ال 80 واحيانا ال 90% زي كليات الهندسه وكده. طب يعني